خلدت أسرة الوقاية المدنية بفاس بساحة أبي الجنود اليوم الخميس يومها العالمي الذي يصادف فاتح مارس من كل سنة، حيث اختير لاحتفالات هذه السنة شعار الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث. ويشكل الاحتفال باليوم العالمي مناسبة لإبراز حجم الأعمال والتضحيات التي تبذلها أجهزة الوقاية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة وصون المنجزات الوطنية من الحوادث والأخطار على اختلاف تسمياتها ومسبباتها. التظاهرة أخذت شكل أبواب مفتوحة شهدت حضور عدد من التلاميذ والطلبة، فضلا عن فعاليات جمعوية ناشطة بالمجال، حيث أن النشاط بمثابة فرصة للتحسيس والتعريف بمهام وأدوار الأجهزة الوطنية المكلفة بالحماية المدنية التي يقع على عاتقها ضمان الحماية ومساعدة المواطنين وحفظ الممتلكات والبيئة. وحضر النشاط عدة فعاليات مدنية وعسكرية وشخصيات مسؤولة بالمدينة، على رأسها السيد والي جهة فاس مكناس، حيث قام القائد الجهوي للوقاية المدنية بفاس بعرض مختلف الأجهزة وشرح ما عمل عليه مركز الوقاية المدنية من تعزيزات في مجال التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتي من شأنها تسهيل عملية التدخل السريع في مهامها. ويأتي اختيار يوم فاتح مارس للاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية ضمن توصيات المنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني، وكذلك كونه يوافق الذكرى السنوية لسريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني 1972 بوصفها منظمة دولية.